عندنا هنا بروغلوتيد قطع الدودة الشريطية. قطع الدودة الشريطية للدودة الشريطية مونيزيا اكسبونسا. هذا بروغلوتيد مونيزيا اكسبونسا خاصة عند المشترات الصغيرة أغنى ميعز، خاصة هو ليس دوما، في بعض الأحيان المشترات الكبيرة الأبقار والجاموس. أما عندنا مونيزيا بينيديني العكس، تصيب خاصة أساسا الأبقار الكبيرة، المشترات الكبيرة أبقار وجاموس، ولكن نادرا المشترات الصغيرة أغنام معيز، من أجل العلاج الاتصال بالبيطري.